وبالرغم من هذه الابتلاءات اللي احنا بنشوفها حوالينا، وبالرغم من ان احنا كل يوم بنحضر عزاء وبنحضر جنازة وبنحضر لك فلان اتوفى الله يرحمه كان كويس، اي والله زعلت قوي ده فلان اتوفى. طيب انت اتعصت لما عرفت ان فلان اتوفى؟ يعني انا ساعات كتير قوي ما بلاقي صراعات وناس بتخانق مع حد، وحد يقولي مثلا ليه اعتذرتي لفلان مثلا، او ليه اتكلمتي عن فلان كويس، اقول لهم عشان لما بيبقى عندي خلاف مع حد بيجيلي كده وقت اقول طيب ماذا لو صحيت الصبح وقالوا لي فلان ده توفى، انا اتحمل ازاي ان انا كنت على خلاف معاه، او اتحمل ازاي ان ممكن يكون خلافي معاه هو اللي عمل فيه كده، او افتكر له حاجه حلوه فازعل. فبروح الناس بقى تفهمها ان انا جبت ورا، الناس تفهمها ان انا مش عارفه خفت ايه، انا ماليش دعوه، انا بعامل ربنا ان كل ما بيقولوا لي حد توفى انا بعرف قد ايه الحياه ملهاش اي معنى، وان الصراعات والخناقات ملهاش اي لازمه.